خبر عاجل قبل قليل، مقتل جعفر اليسري وشقيقه وابنه بعملية نوعية من قبل الجيش وبالتعاون مع قوة خاصة من الزرج في ميسان. وإليكم التفاصيل. بإشراف مباشر من قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي والقوات الخاصة في منطقة الخمس، نجحت العراق في إنهاء حياة سيد جعفر اليسيري رفقة ابنه وأخيه في عملية عسكرية نوعية بمحافظة العمارة. ويعتبر سيد جعفر اليسري الملقب بأبو زعيل ينتمي لقبيلة العصائب وعشيرة الزرج في ناحية السلام بميسان، ويعتبر من أبرز المطلوبين للقضاء في محافظة ميسان والعراق، وهو الذي لطالما اتهم بارتكاب جرائم خطيرة وإرهابية استهدفت أمن وسلامة المواطنين. ويذكر أن المدعو قد ساهم باغتيال بعض الضباط وتاجر بالمخدرات ومارس الدكات العشائرية الباطلة بعد تأجيره مقابل مبالغ مالية، وتوفي فجر اليوم في محافظة ميسان. وتم تشييع جثمان سيد جعفر اليسيري رفقة ابنه وابن أخيه في مسقط رأسه بحضور أهله وأبناء عشرته.